ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، ولسه معانا في الاستوديو الاستاذ ابراهيم خطاب اخصائي نفسي واستشاري اسري، ولسه بنتكلم على العلامات الخطيره اللي انا اشوفها في بدايه العلاقه او حلاوه البدايات اللي تقلقني. احنا قلنا العصبيه، قلنا العصبيه، وقلنا علاقته باهله، علاقته باهله امه لو حلوه قوي او وحشه قوي، دي برضو تقلق الاثنين. ده حقيقي. تالت علامه البخل. البخل اعرف ازاي ان هو بخيل في العلاقه؟ طيب البخيل انت قلتي من شويه انه معاه فلوس، ممكن يكون معاه فلوس ولكن هو بيجي قبل العيد ميلاد او قبل اي مناسبه ويهرب بشكل او باخر. البخيل او الكريم بيكون باين عليه جدا، وهنا مش بتكلم بس عن بخل الفلوس، لان احنا عندنا انواع كتير قوي من البخل. من اهمها البخل المادي، ولكن أسوأها وأصعب نوع هو البخل العاطفي. إنه يبقى بخيل في مشاعره، بخيل في عطائه، بخيل في كلامه، بخيل في والله طريقته. والله الاثنين أسوأ من بعض. يعني لو بخيل في الفلوس حياتك هتبقى جحيم، لأن أنت هتفضلي طول الوقت أنت اللي تدي وأنت اللي توفري وتشتغلي وتصرفي عليه وتدي له لما يكون مزنوق، ومن البداية ماما ليه بخيل، إحنا نعمل بيه إيه، يقعد جنب ماما خلاص. تاني حاجة البخيل العاطفي بقى هيقهرك، يعني يقهرك، يعني تبقي مستنيه كلمه حلوه مفيش، مستنيه تقدير حتى لو عملتي له اكله حلوه ولا مثلا لبستي له دراس حلوه مفيش، طب وحشتني ماشي، ما اكيد انت وحشاني. يقهرك البخيل العاطفي ده حاجه لا تطاق، لا تطاق. يعني انا عندي انه يبقى شويه في الفلوس ولا انه في العاطفه يبقى بخيل. فده بيكون باين جدا في بدايه العلاقه ان هو شخص بخيل، بخيل في عطائه، بخيل في مشاعره، بخيل في ماديا. فبالتالي دي نقطه لو لقيتيها يعني اقفي عندها كده وفكري فيها كويس. ايه تاني من العلامات الكبرى؟ طيب العلامات في حلاوه البدايات الكذب. الكذب نقطه مهمه قوي، انه الشخص او الراجل او الست حتى لو بتكذب او بيكذب كتير في بدايه العلاقه، فده معناه انه في حاجه غلط، انه برضه هيرجع يكذب عليك. اعرف ازاي انه كذاب؟ لان في البدايات برضو احنا بنبقى سايبين ودنا كده عايزين نصدق اي حاجه تقولها. لو قال لي ان هو بيمشي على الحيطه هصدقه، لو قال لي انه بيطير بالليل انا مصدقه جدا، وتلاقيني بقى على التليفون لا ده انت خارق، ايه ده الجمال ده، فاللي هو ايه الحاجات اللي تخليني لا اقفي فوقي ده كذاب. يعني في البدايات بجد ما بنسمعش اللي ممكن يخلينا يفوقنا، لا اي حاجه انت تمام. طيب عشان احنا في البدايات ما بنسمعش اللي بيفوقنا، فتعالي نقول انه الكذب بيكون باين جدا في ان هو بيقول معلومات وعكسها. لو شغلنا عقلنا شويه دلوقتي مع انتشار السوشيال ميديا ومع انتشار الانترنت، ده بيخلينا نعرف بعض اسرع، نعرف الحقيقه بشكل اوضح. اللي بيكذب بيجي عليه وقت ويتكشف، مهما كان بيحاول او مهما كان بيعافر بيجي عليه وقت وبعدين يتكشف. بالظبط. فكل ما كان فيه كذب، وخصوصا لو كذب صغير كده، فده معناه ان دي علاقه هيبقى فيها مشاكل كتيره جدا. اللي هو لو قال لك مثلا ان انا في الشغل وفجاه لقيتيه مش في الشغل، في الشارع او بتاع، خلاص دي بدايات الكذب الصغير اللي تقول لك ايه ما هو يعني حاجه صغيره، لا هتكبر وفي الاخر النهايه هتبقى مؤلمه، لان الكذاب ما بيتعالجش. يعني انا من أسوأ برضو الصفات في الرجاله وفي الستات على فكره الكذب. الكذب وانا بتكلم عن الكذب اللي فيه مبالغه شويه، كل ما كان الكذب فيه مبالغه كل ما كانت دي علامه على ان احنا لا نرجع ورا ونهدى كده ونفكر بشكل عقلاني. طيب من ضمن اهم العلامات اللي احنا بنتكلم عنها فكره الشخص المراوغ، انه ملوش ماسكه، ما اقدرش اعرف هو بيروح فين، ما اعرفش هو بيعمل ايه. لما يتكلم عن اهله بيتكلم بغموض، لما يتكلم عن اصحابه دايما في معلومه ناقصه. فالغامض ده هيفضل بعد كده، هنكمل في العلاقه واحنا عندنا في نوع من الغموض. طيب في علامه تانية في البدايه محتاجين ناخد بالنا منها. ايوه كويس. الغامض ده هو طبيعته غامض، يعني ده هيأثر، يعني مؤذي في الاخر، مؤذي طبعا، ولا هو غامض لنفسه؟ تخيلي عايشه مع شخص غامض، شخص لما بيتكلم ما دي تقتل، انا عارف معلوماته ناقصه. تخيلي احنا في البدايه والمفروض ان ده اكتر وقت انا بتكلم فيه بحريه، بكون فيه صريح وبكون واضح. لو انا في الوقت ده كنت غامض وفي غموض، احيانا بيبقى الغموض متعلق باهله، متعلق بشغله بفلوسه، متعلق بفلوسه، متعلق بحياته، دي كلها نقط تخلينا ناخد بالنا ان احنا رايحين في اتجاه غلط. طيب في نقطة كمان ودي موجودة خصوصا عند الراجل، أنا بالنسبة لي فكرة الطموح.
انه الراجل ما يكونش طموح، ما يكونش عنده رغبه انه يعمل حاجه في المستقبل. في البدايه احنا بنبني حياه مع بعض، فلما الست تقعد تتكلم مع الراجل وتقول له مثلا احنا عايزين نغير البيت او نفسي نكون في بيت اكبر او نسافر لمكان ما، لو هو ما عندوش طموح انه يعمل اي حاجه من الحاجات دي، ودايما عنده تشاؤم، ودايما شايف الحياه سودة، ودايما شايف ان احنا الحياه وحشه قوي، ده دليل على ان دي هتبقى مشكله كبيره في المستقبل، انه مش هيبقى عايز يتغير او مش عايز يتطور، مش عايز يوصل لحاجه ابعد من اللي هو فيها. لا هو مش بس ان هو مثلا مش طموح لنفسه، لا ده كمان في نوع سيء جدا اللي هو بحس ان الراجل ده طموح لنفسه هو بس، يعني طموح ليه هو، يعني انا افضل جنبه اساعده واكبره وما شاء الله اول ما يقف على رجله، فبتلاقي الطموح ده بيروح لواحده تانية، يعني واحده تانية تاخده بعد ما بقى معاه عربيه وبقى معاه فلوس وجاب بيت كبير، ففجأة دور الست ده بيخلص والطموح لواحدة تانية. ليه؟ يعني ليه دايما الست لما بتدي بكل ذاتها وكل مشاعرها وفلوسها على فكرة يعني من قديم الأزل. خلينا نقف عند النقطة دي وخليني أقول لك نقطتين أخرانيين وبعدين أيوة. نرجع للسؤال ده لأن دي نقطة مهمة قوي. أوكي. إحنا عندنا فكرة العنف أنه يكون شخص عنيف أو صليط اللسان، في البداية دي علامة مقلقة جدا. ونقطة مهمة كمان هو أنه يكون دماغه او رؤيته للامور كلها سوداويه، ان هو بيبقى شايف الحياه بشكل سوداوي تماما. ده شخص في البدايه لو لقيتي الشخص انه سوداوي او الحياه كلها بالنسبه له لا اجري اجري بسرعه، مش ناقصين نكد، مش ناقصين نكد، فيها مشكله. طب ننهي بقى باخر نقطه، قلت لي الحته الماديه ولا قلت لي ايه الحته؟ انه الست بتدي كتير. ست بتدي كتير. طيب قبل ما ده سؤال خليه يعني خليك فاكراه بس. لا ده انا فاكراه عشان هنختم بيه دلوقتي. طيب اهم نقطه بقى في حلاوه البدايات واهم خير، يعني دايما كنت اقول كده استاذ خيرك لغيرك. ليه خيرها لغيرها؟ طيب اهم نقطه في العلامات هي حاجه اسمها قنبله الحب. وده مصطلح علمي معناه انه اول ما ندخل في اول العلاقه هتلاقي الطرف الثاني بيدي كتير جدا 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 بشكل مبهر، فجأة واحدة هدايا، فجأة واحدة مكالمات كتير، فجأة واحدة هو موجود 24 ساعة وتحت امرك، واللي تطلبيه واللي تتمنيه هو هيديهولك. فكرة قنبلة الحب دي دليل وعلامة على ان دي عاملة زي القنبلة، هتفرقع وتطلع دخان كتير وبعدين تطفي. فلما تكون في مبالغة شديدة في المشاعر او في العطاء، دي نقطة محتاجين نقف عندها ونقول للطرف التاني لا اهدى بالراحة، وانت بتدي ادي شوية قليلة علشان ما اللي عندك ما يخلصش بسرعة في وقت قليل قوي، خلال شهر او اتنين القنبلة دي تفرقع وكل ده ينتهي، فنرجع نكتشف انه الحقيقة كانت عكس المشاعر دي، ولكن المشكلة بتبقى ان احنا دخلنا وتعلقنا. طيب كان سؤالك انه ليه الست بتدي اكتر بكتير من الطبيعي، وان الراجل لما يتعود انه ياخد في الاخر ما بيديش. ليه خيره وما بيبقاش ليها بقى للست؟ طيب اللي وقفت جنبه. لانه الست لما يكون ما عندهاش تقدير لذاتها، لما يكون ما عندهاش رؤية ايجابية وشكل سوي لنفسها، وان هي بتدي كتير، دايما اللي بيدي كتير هو انا عشان ادي كتير، ولا انا عشان ست شيك، ولا انا عشان بجيب هديه لجوزي، ولا ساعدته مثلا انه يجيب عربيه، ولا لو انا امكانياتي الماديه تسمح، هل انا ده بيبقى عدم ثقه في نفسي كست؟ لا طبعا. فرق كبير يا ايمان بين الست اللي بتدي كتير بدون حساب، اللي بتفضل جوزها وتفضل ولادها على نفسها. ده انا شايفه ان دي ست حلوه. لا طبعا، لا ده نموذج وحش جدا. انه انا افضل شخص على نفسي ان انا ادي اكتر من الطبيعي. كلنا معظمنا كده. الراجل هنا انا بظلمه وبظلم نفسي، انا بظلمه لان انا عودته ان انا قمت مكان امه، انا بقيت في المكانه بتاعه الام، مكانه الام اللي بتدي كتير طول الوقت. فبدل ما تدي طول الوقت، لا ادي لنفسك الاول، زودي ثقتك بنفسك اكتر، ما تديش اكتر من الطبيعي، لان كل ما بتدي اكتر ده معناه انه الطرف التاني بيتعود على الحجم ده من العطاء، وبتتحول العلاقه بعد كده. هو ده فعلا حقيقي جدا. احنا هنعمل حلقه برضو كامله إن شاء الله. اللي هو ليه دايما بيدي خيره لغيرك بس بالتفاصيل. لكن انا عايزه اقول برضو ان معظم الستات المصريه متربيه على العطاء كده، وست جدعه وست اصيله، خد الصيغه روح اعمل مشروع، خد الصيغه روح هات لك ميكروباص واشتغل عليه، فاللي هو صحتها ومجهودها وفلوسها. لكن احنا لو بالمنظر ده
بنرجع غلطانين في النهايه، ونبقى انت ست ما عندكيش استحقاق بذاتك وعدم ثقه بنفسك وما بتديش لنفسك السعاده، فالراجل اللي قصادك بيشوف ده. لا، احنا نرجع بقى للمدرسه وعشان خاطري ابوس ايديك وتعملوا لنا مناهج للبنات الصغيرين في المدرسه ازاي نطلعها عندها استحقاق بذاتها، وان العطاء اللي بالشكل ده غلط. ان انت لما تبقي حلوه قوي كده هيسيبك، ان انت لما تبقي معطاءه قوي كده حياتك هتبقى سودة.